تخيلوا معي أن القصص التي سنعرضها اليوم ستكون لجزائريين اكتشفوا بعد سنوات أن زوجاتهم تركوا الإسلام واعتنقوا المسيحية. إنه موضوع غريب ومثير. إحنا جدودنا لقيناهم مسلمين واللي قبلهم مسلمين، وإحنا لازم نكونوا مسلمين وولادنا لازم يكونوا مسلمين. قلنا لكم ما نصركمش ولادكم برضعيتكم ما نسماش أنا. إحنا رفضنا هنا لكم دينكم ولنا ديننا، ومازيح هنا مسلمين. وحقيقة يعني أعجبني كثيرا وأبكاني داخليا كثيرا لما يقول بنتي. أحكي حكايتك مع يوسف نكاع، سهرة الثلاثة التسعة غير ربع على الشروق تيفي.